السلام عليكم ورحمة الله. المشكلة بتكون ان مؤشر الار بي ام بيعلق او بيتحشر في مكان معين زي كده. هتلاحظ كمان ان المؤشر مش بيطلع وبينزل بنعومة، فيه تقطيعة كأنه محشور او عالق في حاجة. في حالات تانية المؤشر بيفضل محشور في مكانه لحد ما تخبط على لوحة العدادات زي كده. في حالات تالتة المؤشر فيها بيطلع لفوق ويتحشر في منطقة معينة. ومهما تدوس بنزين بيفضل محشور في مكانه. ايه اللي بيخلي المشكلة دي تحصل وازاي تصلحها بأقل تكلفة؟ ده اللي انا هشرحه لك دلوقتي. العيب اللي انت شفته ده سببه بسيط جدا وتكلفة اصلاحه لا تتجاوز 10 جنيه، لكن عيبه ان سبب المشكلة في مكان ضيق وحساس قوي ومحتاج صبر علشان توصله. دي نقطة. النقطة التانية ان انت لما تيجي تطبق في سيارتك لو عندك نفس العيب ده، اللي هيفرق معاك بس هو طريقة فك المكونات، لكن الاساسيات اللي انا اعتمدتها في اصلاح المشكلة دي واحدة، لان انا جربتها على اكتر من سيارة. كفاية كده كلام وخلينا نبدأ. علشان توصل للوحة العدادات بتحتاج تفك حاجات كتير راكبة قبل منها، وبتختلف من سيارة للتانية. في بعض السيارات ممكن تحتاج تفك الكاسيت والمنطقة اللي حواليه فقط، في بعض السيارات التانية بتحتاج تفك من عند كونسولة الفتيس وانت طالع لفوق عشان توصل للوحة العدادات. وعلشان دي مرحلة مختلفة بين السيارات وبعضها، فالأسهل لك تبحث على الجوجل أو اليوتيوب عن طريقة فك لوحة عدادات سيارتك، وأكيد هتلاقي فيديوهات بتشرحها. في الحالة اللي معايا أنا كده فكيت كل حاجة قبل لوحة العدادات، وهفك لوحة العدادات كخطوة أخيرة. بعد ما فكيت اللوحة هسحبها لبره وميلها، هلاقي 3 فيش كهربا واصلين فيها من ورا. بحرص كده وواحدة واحدة بفك ال3 فيش من غير ما اكسر حاجة، وبعدها بطلع لوحة العدادات. خلي بالك أي فيشة بيكون راكب فيها لوك من ورا لازم تضغط عليه الأول قبل ما تسحب الفيشة علشان ما تكسرش حاجة. دي لوحة العدادات اللي فيها المشكلة. علشان تفكها بتستخدم أي حاجة رفيعة غير مدببة عشان تفك الضوافر بتاعت الباغة الشفافة، سواء من فوق او من الجناب او من تحت. وخليك حريص علشان كل اللي انت شغال فيه بلاستيكات قابلة للكسر بسهولة. بعدها بتروح للجزء الاسود اللي بيكون راسم شكل لوحة العدادات، وبنفس الطريقة بتبدأ تفك كل الضوافر بتاعته من كل الجناب ومن فوق ومن تحت. في النهاية الجزء الاسود طلع، ودي لوحة العدادات اللي فيها المؤشرات. ابتداء من دلوقتي لازم تكون حريص جدا، لان اول غلطة هتعملها هي اخر غلطة، وساعتها هتكلف نفسك لوحة عدادات جديدة. المؤشرات كلها مصنوعة من مادة زجاجية وبتتكسر بسهولة، وعلشان تطلع المؤشر هتحتاج فتاحة ملساء زي اللي معايا، او جفت متني، او شوكة بتاعت اكل، وهترفع المؤشر اللي فوق بحرص. بعدها هتلاقي بنز بلاستيك اللي المؤشر بيركن عليه، هتسند جنب منه بصباعك وبالزرادية هتسحبه لبره. هو ده البنز البلاستيك اللي بيسند عليه المؤشر لما تطفي السيارة. بعدها بالفتاحة الناعمة بتبدأ ترفع الورقة المطبوعة اللي بتكون ملزوقة على الباغة الشفافة. الباغة الشفافة دي هي اللي بتوزع الضوء على العدادات، وهتلاقي الباغة متثبتة بمسمارين. بس قبل ما افكهم هقرب لك علشان تشوف سبب المشكلة. شايف الجزء البلاستيك المدور اللي لونه مصفر اللي تحت الباغة الشفافة؟ الجزء ده مرتبط بالمؤشر، وهو اللي بيحك في الباغة الشفافة ويخلي المؤشر يعلق. هفك لك الباغة الشفافة وارفعها، وهقرب لك عشان تبقى الامور اقرب واوضح. المؤشر مرتبط بالملف النحاسي اللي تحت منه، اللي عامل زي الزنبلك ده، واللي بيحجز الزنبلك علشان ما ينطرش لبره هو الجزء البلاستيك المصفر اللي مرفوع لفوق. الجزء ده الطبيعي بتاعه يكون مستوي مش مرفوع لفوق، لكن مع الزمن وحرارة الشمس اللي بتتخزن جوه السيارة في فصل الصيف، الجزء البلاستيك ده بيتمدد ويتقوس ويرفع لفوق ويبدأ يحك في الباغة الشفافة من تحت. ولأن المؤشر مرتبط بالزنبلك النحاسي مرتبط بالجزء البلاستيك المدور، فبتحصل كل المشاكل اللي انت شفتها في أول الفيديو. لو نزلت الجزء المصفر ده لتحت، فمع أول ما طب هينطر تاني لفوق وترجع نفس المشكلة. والحل هو إننا نرفع الجزء الباغة الشفاف لفوق حوالي 1 أو 2 ملي. كل اللي هتحتاجه ورد صغيرة جدا بتاعة إلكترونيات، وسعرها رخيص.
كيس، والكيس فيه حوالي 10 أو 12 وردة، وبتستخدم تحت بعض اللوحات الإلكترونية في بعض الأجهزة. الورد حجمها صغير جدا زي ما أنت شايف لما حطيتها على إيدي وعلى صوابعي، وهسيب لك الرابط بتاعها تحت الفيديو علشان لو حد فيكم حب يشتريها لو عنده نفس المشكلة، وهي زي ما قلت سعرها رخيص جدا يعني حوالي 10 جنيه. هتاخد الورد وتحطها بحرص فوق الخرم بتاع المسمارين، وخلي بالك لو استخدمت ورد كبيرة هتحك في الزنبلك النحاس والجزء البلاستيك وهتعمل نفس المشكلة. ولو فكرت تحط ورقة او كرتونة او اي حاجة مطاط فهي هتنضغط وهترجع تعمل نفس المشكلة. الحل الوحيد اللي نجح معايا هو الورد المعدنية الصغيرة جدا اللي قدامك. كده الجزء البلاستيك المدور المرتبط بالمؤشر بقى حر الحركة تماما، وهتشوف دلوقتي عملي لما اقفل واجرب. بعدها بتلزق الورقة بتاعة الار بي ام زي ما كانت، وهنا بقى ما ينفعش تركب المؤشر على الابرة بتاعته لانه مش هيظبط معاك ومش هيكون في مكانه الصحيح لما تشغل السيارة. انت بترجع للسيارة تاني قبل ما تقفل لوحة العدادات، ولازم تكون حريص بمعنى كلمة حريص علشان ما تكسرش اي حاجة، وترجع لوحة العدادات في مكانها وتركب لها الفيش الكهربية بتاعتها واللوحة تكون في وضعها الطبيعي وتشغل السيارة. وتستنى حوالي 5 دقايق لحد ما السيارة تسخن والار بي ام يستقر في مكانه الطبيعي الافتراضي، لان خلي بالك اول ما بتشغل السيارة بيكون الار بي ام رافع لفوق شوية. بعد ال5 دقايق بيكون الار بي ام استقر في مكانه الافتراضي. بتبدأ تركب المؤشر بحرص بس ما تضغطش عليه قوي، انت بتفضل واحدة واحدة تشيله وتركبه، تشيله وتركبه، تشيله وتركبه اكتر من مرة لحد ما المؤشر يكون في مكانه الطبيعي. كل ده والسيارة تكون شغالة، ما ينفعش تطفي السيارة، وبعد ما تظبطه بتطفي السيارة. وبترجع تاني بمنتهى الحرص تفك لوحة العدادات للمرة الاخيرة وتشيل الفيش الكهربية بتاعتها من غير ما تكسر اي حاجة، وبتجيب البنز البلاستيك اللي بيسند المؤشر وتركبه في مكانه بايدك بانك تضغط عليه لتحت، وبتكمل خطوات تقفيل لوحة العدادات بتركيب الجزء الاسود كخطوة اولى، وتتأكد ان الضوافر بتاعته ركبت في مكانها بشكل صحيح، وبعدها بتركب الباغة الشفافة. وبترجع للسيارة للمرة الاخيرة وتركب لوحة العدادات وتركب فيها الفيش الكهربية بتاعتها. وبصفة عامة خطوات التقفيل عكس خطوات الفك، يعني اخر حاجة فكتها هي اول حاجة بتقفلها. وتعال نشوف الفرق قبل وبعد. الوردتين الصغيرين دول هيحلولك كل المشاكل اللي انت شفتها في اول الفيديو، لان كل المشاكل دي سببها الجزء البلاستيك المدور بيكون تقوس وبقى بيتحشر من تحت في الباغة. لايك وشير للفيديو علشان الناس اللي عندها نفس المشكلة تبقى عارفة طريقة الاصلاح الصحيحة والرخيصة. وبعد ما تضغط على زر الاشتراك فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.